والله علاقات حميمية جدا جدا جدا. ما عندي حتى رأي. علاقات متعبة، علاقات متعبة أصل كيما حال البلاد الكل. والله أنا نتصور اللي الحملة اللي طلعوا الدرنيير مون تتاول على قطر، كل شاب تونسي ولا مواطن تونسي ما يشاركش فيها هي نوع من أنواع التآمر على الكرامة الوطنية. إذا بيا نقول حاجة بركة لقطر تستكثر روحها، رانا الدولة في حالة. قطر لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكاو ما تني حد شيء قطر، ما تني حد كذبش عليك، جست باش كيف نقولوا نحن باش تغرق البلاد في الديون اكثر من هكا. ما زيدك حد شيء، ما نفهمش هي راني في السياسه البوليتيك هذه الجمله هي مش علاقات بها، خاطر يمكن تضر بالبلاد ولا تجعلها. نجم نقولوا حزب حركه النهضه خاطر هو عنده برشا علاقات قطريه من قبل ما يشد الحكم. نقول لك حاجه صاحبي، من الاخر لا قطر لا حد شيء، انا تونسي. قطر الناس كل تعرف، العالم كامل يعرف اللي هم عملاء اسرائيليين، باش نكونوا واضحين. أتا واضح الشيخة موزة وكل بطي الآخر نتاعها، معناتها دويلة هكا كبرها باش تحكم فينا احنا. احنا تونس معناتها تاريخ وعالم، تجي دولة تأسست عام 1900 واش باش تحكم فينا احنا؟ توا تعطينا فلوس وزعما زعما عاملة علينا مزية. قطر دولة صغيرة، والعلاقات التونسية القطرية بعد الثورة والله علاقات متطورة جدا. تحكي سوريا أما تعدى على شر سوريا ياسر محليهم، ياسر محليهم العبيد الكل تحسهم هكا عبيد قطر. تونس كاملة بيرسونيلمون أنا نحب نمشي نخدم في قطر. هو مشروع متاع الإسلام المعتدل بدأت فيه أمريكا من عام 2001، وما يسمى التجربة التركية معناها المعتدلة، فهمتني ولا؟ قطر خذتها على عاتقها وتحب توجد نفسها، فهمتني ولا؟ معناها وقع في الدول العربية الحديثة. بارك الله فيهم، وقفوا معنا برشا في الثورة، وما لازمناش ننكروا الجميلة نتاعنا، ينكر الجميل كان ولد حرام خويا الغالي، فهمني ولا؟ والدولة العربية وأشقائنا العرب ربي يخليهم لنا خويا. الوعود اللي صارت بعد 14 جانفي بعد الثورة، الوعود اللي صارت من دول الخليج بصفة عامة وخاصة قطر، كانت وعود كبيرة للأسف إلى حد الآن الكونكريتيزاسيون على أرض الواقع ما ثماش. نعرف عليه أنا قطر برسمك. اصلا قطر مع كامل احتراماتي ليهم، ربي يتوب علينا وعليهم وعلى الشيخه موزه معاه. هي قطر توا في العالم الكل تحب تثبت شويه هيمنه في تونس في فرنسا في برشا دول. فما عبيد متقلقين منها الحكايه ذي، فما عبيد مخبينها بطريقه ايجابيه، اللي احنا بوتيتر انا بزوان دافيستيسمون وكل شيء في بلادنا باش نخدموا بطاله وكل شو مازين سوف كأنه لازم علاقات تبقى علاقات عادية، معناه خاطر عنا كلامة عنا يعني تونس كدولة زيادة ما هيش شوية.